مبادرة حكومية تستهدف النهوض بالعملية التعليمية عبر وضع الطلبة أمام أفضل بيئة مدرسية، فما التفاصيل؟ بعد النجاحات المتلاحقة التي حققها فريق التواصل الحكومي بتأهيل وترميم مدارس العراق خلال الأشهر الماضية، وزارة التربية تعلن استئناف حملة مدرسة أجمل قبل أسابيع عن بدء العام الدراسي الجديد، تستهدف 1000 مدرسة جديدة في بغداد والمحافظات لإعادة تأهيل ما فيها من الحدائق والشبابيك والزجاج والكهربائيات والسبورات ومعالجة الجدران. رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي أكد بأن جميع أعمال التأهيل تستغرق 3 أيام فقط لكل مدرسة، مشيرا إلى الخدمات التي يتم العمل على إضافتها. الخدمات التي ممكن أن يتاح لنا توفيرها من انترنت مجاني، سبورات ذكية، وكذلك الدفع على الإلكتروني، ومستمرين إن شاء الله. وأنت ما رأيك بهذه الحملة وكيف ترى تأثيرها على الطلبة؟